إلى ذلك تمكنت قوات خفر السواحل أيضا بميناء الشحر بحضرموت من ضبط ساعية بحرية يمنية تحمل مبيدات زراعية سامة وكميات من الأدوية المهربة. قائد قوات خفر السواحل بميناء الشحر عبد الرحيم باوزير أوضح في تصريحات له أن الساعية ضبطت بين مدينتي الحامي والشحر، وأنها كانت قادمة من جيبوتي بعد تلقي بلاغ عن دخولها المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الساعية والمبيدات التي تحملها مع بحارتها السبعة لإحالتهم إلى التحقيق حسب القانون.